هل من عاصم للجماهيرية الشعبية من الثورات الشعبية؟ كلما دنا يوم الخميس اقترب ميقات واحدة من الفرص النادرة في ليبيا للمطالبة بالتغيير، وذاك مطلب يتحدى سلطة عمرها 42 عاما، سلطة يقول العقيد الليبي انها بيد الشعب. لا يشاطره ناشطو المعارضة الرأي، وإلا فلما ظهرت دعوات على الانترنت الى التظاهر السلمي في ليبيا يوم الخميس ضد الفساد والفقر كما يقول اصحاب المبادرة. ليس حراكا في العالم الافتراضي فقط، فهذه مثلا الرابطة الليبية لحقوق الانسان تدعو المجتمع المدني في ليبيا الى المشاركة في وقفات الخميس الاحتجاجية، وتحذر الرابطة السلطات من مغبة استخدام العنف ضد المحتجين. دعوة اخرى اجرأ من مئات الشخصيات الليبية المعارضة و13 هيئة وتجمعا وحزبا معارضا لنظام القذافي الى انتقال سلمي نحو مجتمع تعددي. حتى الجماعات الليبية المقاتلة التي افرج عن كثير من معتقليها بعد مراجعاتهم في السجون نال منها التململ والاحتقاد. الحركة الاسلامية الليبية للتغيير هي الوجه الجديد للجماعة في الخارج. بيانها التأسيسي دعا المناصرين الى المشاركة في ما سمي يوم الغضب الليبي بطريقة حضارية وسلمية. وتحذر الجماعة من ان طوفان الثورات الشعبية لا ينتظر اذنا من احد. اما تحذير العقيد الليبي فمن مغبة المشاركة في اي اضطرابات تشيع الفوضى كما يقول، ولذلك يشن حربا استباقية منها ما هو بلغة الاعلام التقليدي منه الجديد، تحذير من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغلق لمواقع المعارضة في الخارج، وحملات مضادة اطلقتها الحكومة على الشبكة العنكبوتية. وقبل ذلك وعيد من القذافي لصحفيين التقاهم منعا لاي تفاعل مع ما قد تكون ثورة شباب. واذا كان ذلك ترهيبا فللترغيب من تلك السياسة نصيب. فالقذافي الاب يمهد كما يبدو لعودة صدور صحيفة قورين اليومية التي كانت تصدرها مجموعة الغد الاعلامية المملوكة لنجله سيف الاسلام، كما اعطى موافقته على استئناف بث برنامج اذاعي لم يكن اقل نقدا للمسؤولين من صحيفة قورين. هل هو الوعي بمخاطر ما هو ات؟ ربما، لكن الزعيم الليبي كما كان يفعل رئيسا تونس ومصر المخلوعان يتحدث عن اطراف خارجية تعمل على زعزعة استقرار البلاد، ويزيد عليهما خصوصية ليبية هي ان البلاد كما يراها تنفرد بنظام سلطة يحفظ للمواطن الليبي العيش بحرية وكرامة. الا يزال هذا الخطاب يقنع؟